العمر ويا مين ويا مين نشتك وين صرت يا الغالي ويا مين ويا مين ويا مين ويا مين لفاج العمر يا مدلل ويا مين أجدك يا ما حدا اليونس وين صرت يا الغالي ويا مين ويا مين ويا مين غاخ ويا مين القلب يرتاح يا ابن الباب من يشوفك ويا مين يا ابن اليونس القلب يرتاح من يشوفك ويا مين ويا مين قدم الروح لليسار قال علي يا يا مين يمه يا يمه قدم الروح انا قدم الروح لابن يونس هاليسار قال انا علي الله يخليكم فضحنا هذا شاد دخان الدخان نزل تحت والله فضحونا وقفوا برا معلش ممنوع السيكار بس أرجيل معلش السيكار يا سام يعرف عربي ما عرفت لا السيكار يا سام يعني أنا بس شافوا أنا مدخن بدي أوقف الحفلة كلها تمام سخنت يا قاضي تمام بس تجي مو صحبة شمس ويمر عليها الليل يابا يا يابا مو صحبة شمس ويمر عليها الليل عين بنا بنغار يا ابن الباب نجمة تلقاني يا محمد يا ابو صطيف مو صحبة شمس ويمر عليها الليل يا اخوي عايل بالنهار انا نجمة تلقاني ولا صحبة سفر نتفارق انا وياك يا ابو فاخر احنا صحبة موت واحد واحد يدفن الثاني على الراح وحجة ويتقبر تزعان على الراح لا تزهق يا هالماشي يابا يا يابا لا تزهق يا هالماشي على الراح وعلى الراح يابا يا يابا لا تزهق يا هالماشي على الروح وعلى الراح على الراح على الراح على الراح يا العريس ماجد أنا بعشرتك الغالي ما شفت أذية هيا ببيت اليونس عزا لزيل وعز من قام يابا يا يابا بيت اليونس عزا لزيل وعز من قال هلك يا محمد يا ابو صطيف حجار كبار ما هم حجار من قال هيا بل اشرب قهاويكم بالباب لاشرب قهاويكم يا الطيبين يا احلى الباب من فوق من قال مشروب لا جاود ولا طياب الحويم يا يابا يا يابا حي الباب وزلم الباب يعني صفقة صفقة يا الشباب لحلف ساعة وأهل الباب هيا ما صار لك ما صار عيدها عيدها أقوى سكرتي بالحارة
واسواد واسواد وحق اللي من الكعبة بالحجر الاسواد. يابا يا يابا وحق اللي من الكعبة بالحجر الاسواد. يوم فراق الباب وسوريا وحلب جان القلب اسواد. واليابا انا كشم كل هدم عندي يا ابن اليونس انا لكشم كل هدم عندي وما عوب غير الاسود ولجلج يا حلب يرافقنا صبح ومسيا. الله اكبر ما بي عوف انهلي اخ ولا بي عوف هوا نسيت هنا يا يما بالباب يا هولي دا مورو ويا يو يا يو يا يو يا قلبي نسيت هنا يا يما هنا يا هولي دا مورو ويا يو يا يو يا يو عاشو ده ده حفل ما كل حفل مستريوهات واطر سلاح صوت العندليب في دارة الفنان الأستاذ خالد أحمد الفراس على جواز 0538 24 592. دائما وأبدا الأفراح صوت العندليب الهدوء حلو الهدوء حلو بس ولعونا ومشى حقنا عرفنا بس ولعونا ومشى حقنا يا ماهر بالباب اقضي العمر
الحب اللي بدل هجر ليلة وهجرنا القمر الحب اللي بدل هجر برع قلبي 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 نسينا احنا كبدر عيا يما يا هولي دور ويا يو يا يو يا قلبي قلبي نسينا بالباب يا ماهر انا من اليوم يا هولي دور يا ابو صديف ويا يو عاشو الخلب صيف شتا ضحيو احسن يحسن افهم علي اولا اشكي همج من الليلة يا شفت العشق شسوي يا بلانا شفت العشق يا حيسام شسوي يا بلانا شفت العشق شسوي يا بلانا شفت العشق شسوي يا بلانا يا احمد فارس ايوب على الشباب هلا انا صابر اخذني بيدنا كلمة احبك يا الغالي تبتسم وتعيدنا وانا صابر انا صابر اخذني بيدنا كلمة احبك يا ماجد تبتسم وتعيدنا وتقولنا من روحنا كل جروحها وتقولنا من روحها يا احمد فارس تنزال كل جروحها شفت العشق شو يسوي يا بلانا 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 صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيدة يا مشيدة خيو جن غطوة الله حيو عبد المجيد بنعمل عريس خاص خاص مني خاص لك خيو جل فرفوري
صغير خيو بنت الديره خيو حلوه صغيره خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو جن طويره خيو جن محسوبه من العمر يابا هدوا لي حالكم شويه شباب خلوا وقت حلو هذا مو بايدي رحله بقطار اللي
استريحوا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ردنا نصفين ابو المسبحه ابو المسبحه سلم عليك صلونا صلوا على محمد وزين زين الله يا حضور صلوا عليه حكام شرع الغوا عدلا بنا نصفين وبحب يا احمد عجب عبرتنا نصفين ما تعلموا يا با ما تعلموا في نهاية العشق نصفين يا 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 با عشق مصفي الحال عني ضغط يا احمد يا فارس الحال عني ضغر على جمع الملا مشروع بسيوف لحظ النبي يابا بسيوف لحظ النبي يا ريت انا مشروح ان ردت تقضي زمانا يا ابن يونس والصدر مشروح صلي على من له انشق الامر نصفين يا يابا الله يا حضور يا خي ويا خي ويا خي ساعدني ببلوي حلبي وعيونا حلوة دبحتني يا خاي ويا خي ويا خاي ساعدني ببلواي يا خي ويا خاي ساعدني ببلواي حلبي وعيونا حلوة سحرتني يا خاي ويا خي ويا خاي ساعدني ببلواي حلوة دبحتني يا خي ايه.
بلاي يا خيو يا خاي يا فارس يا خاي تعني بلاي حلبية وعيونها حلوة سحرتني يا خاي يا خيو يا خاي تعني بلاي أفاخر يا خاي تعني بلاي حلبية وعيونها حلوة لبحتني يا خاي مجنون يا فارس حبا يا خاي يا خيو يا خاي ساعدني بالواي يا خيو يا خاي ساعدني بالواي حلبية وعيونا حلوة دمحتني يا خاي
لف العريس هلا دعوة ماهر يلا ابشر كل شيء عندي حتى طلاب ليبي عندي مغربي عندي تونسي عندي كل شيء يلا وجزائري بغني تفضلنا للساحة ستريدو يلا اخوتي خط الساحة ستريدو استريح استريح وحسب العادات والتقاليد يعني في مدينة حلب الله بسيط حان الآن لف موعد لف العريس اللي بيحب يلف العريس يتفضل مشكور مجنة ضيق شوي بس عجلي 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 بعد الضيوف أهلا صديقكم جميعا يعني التحية بسرعة شو عشان غيركم لحق أمين صندوق كاتب العدل دوري يا فرحة دوري أحلى بال 400 مليون من خي العريس لعيون مصطفى ولا العريس جعل الله مبارك زواج مملوء بكامل الحب والسعادة الأبدية بدي استلم أمين العدل كاتب العدل وأمين صدق تفضل يلا يا دي جي على المسلم أحلى عيون 400 مليون لعيون خي العريس سيد مالك للعريس وأجعل الله مبارك للعريس أحلى تحية من صهر العريس 500 وردة بيضاء قول للعريس جعل الله مبارك زواج مملوء بكامل حب السعادة الأبدية كيف معنا مجال أحلى يوم السيد أحمد فارس 500 وردة بيضاء وجعل الله مبارك للعريس أحلى تحية معيون أبو الصيف مكتبي 450 لف للعريس وجعل الله مبارك للعريس أحلى عيون من سيد طلال يونس 150 مليون وجعل الله مبارك للعريس يلا أخوتي مجنة بلف فضل تحية خاصة لإبراهيم يونس عريس المستقبل إن شاء الله حنكون موجودين سمعونا كيف حلو العريس يلا أخوتي بحب يلف العريس تفضل مشكور عريس مستقبل السيد إبراهيم يونس إن شاء الله يفوز بوكسره يلا أخوتي بحب لف العريس فضل بشكور مجنة ضيق ما في معنا مجال الحركة بتجيب بركة اليوم عندنا بكرة عنكم أهلا وسهلا حضور وين قهطة وين قهطة وين قهطة وين قهطة يلا اخوتي بيحب يلف يتفضل مشكور مجنة ضيق بعد عز الضيوف راح جي يلا اخوتي بحب يلف العريس تفضل مشكور انه في عنا الشغل 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 الشغل
اشتغلنا شلون؟ خصوصا صار سمعونا كف العريس ود العريس عريس 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 الله يا حضور يلا نعود الآن نعود احنا مع الفن ومع التراب مع نجم سوريا زير العتبة بطل وفارس الموال ونجم الإذاعة والتلفزيون الفنان خالد أحمد يتفضل مشكور وشكر خاص لعاصف بقاد السيد محمد حسو وترحيب خاص لتصوير هذا الفرح الجميل وحدة الروعة بإدارة المخرج التلفزيوني مصطفى أبو أحمد وتحية مني لكم الداعي أحمد أبو ماهر طلب خاص من هاني عبيد غنية العشرة اللي كانت تربطها وتكره بعد وصفه يلا يلا فرنس يلا الصوت يا بابا وحي الشباب ضيوف الله يا حضور لحضركم الجميل هجرت القلم من بعدك والكتاب ودليل من العشق يا الاسمر بطل والكتاب والكتاب معلش يا سبا حقكم علينا هلا ترزونا هجرت القلم من بعدك والكتاب يا ابو خليل يا الغالي ودليل من العشق يا هاني بطل والكتاب وحق العرش والكعبة والكتاب تظل انت اعز محبوب يا ابو خليل يا ابو خليل احلى تحيه خاصه من السيد هاني ابو خليل خاص ناصر الفنان خالد عدو فراس احبك حب ابد ما مر على الناس على الناس وما اصدق يا ابو خليل يحبك شخص مثلي ثاني واذا اللي حبك يصدق مجنون اني مجنون رسمي اني مجنون يا ابو خليل رسمي بيغيك ودمي وعيوني عنواني يا
في راس حوالاتك كله مجانا من شركة سبايدر نعدهم خليل حوالاتك كل شيء حوالي مجانا ما بحول انا بسحب واذا اللي يحب يصبح صدق مجنون مجنون انا مجنون رسم رسم ودمعي عنواني احبك احبك والله احبك حب يسري بدمي وبالشريان فرحني شغر يا ابو خليل وسنين بجاني ليش من اغمض العين رسمك يجيني ليش من اغمض العين يا هيثم رسمك يجيني مدري الدرم شلعين يا ابن حلب يا اخوي مدري انت عيني عشرة كانت تربطنا ماتت يا فلان ماتت يا فلان شو لا 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 حلو حلو يلا شيلها يا راس العين عمي أمري إلى الله هو يجازي هو يجازي أنا من اليوم ورايح بطل دعوة بطل دعوة يا خسالة العشرة المرة ضاعت ويا مرات ويا إنسى من يوم الأمس ونترجع نترجع عريس
يا عربة أريد
مدينة الغازان سألت أخذوا علوي قال هيا يا شرد عالباب لحال غيرة الكل 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 هد يد الكل إيديه على العالي اللي بحب سوريا وحلب يد الفقرة لكم خاطركم اما تذكرونا بالطياب يا 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 با صلوا على محمد وزيد لكم العادلة صلوا عليه احلى محمد بالماني حبيبي كلك سوا يلا شكرا صباح